السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ بقالي كتير ما عملتش فيديوهات عن زيادة متابعين التيك توك. لو انت عايز تزود متابعين التيك توك انصحك تتفرج على الفيديو ده عشان ده هيفيدك جدا. اول حاجة الناس اللي متابعة القناة عامل لكم النهاردة هدايا وهنوزع اكونتات. يا جماعة هوزع اكونتات على الفانز بتوع القناة عشان وصلنا 35,000 مشترك، وان شاء الله في شروط للمسابقة. هو شرطين مش شرط واحد، شرطين. انا ممكن اخليهم لك شرط واحد بس هما شرطين ان شاء الله هتعمله. ما تقدر تكسب اكونت فيه عندي 10,000 وفيه 20,000 وفيه 30,000، معاك لحد 100,000 متابع. الاكونتات دي هوزعها جوائز للناس اللي هتنفذ الشروط دي، هتبقى في اخر الفيديو. الناس اللي اول مره بتتفرج على القناه يا ريت تعمل لايك للفيديو ده واشتراك وتفعل الجرس وتعمل متابعين التيك توك من خلال جروب احمد لوكا، عليه 10,000 واحد على التليجرام. اعلمك كل حاجه واعلمك ازاي تزود متابعين من خلال الجروب، وعلمك خطوات تعملها ان شاء الله هتخليك تزود متابعين للتيك توك. وشكرا للناس اللي بتعمل كومنتات بتفرحني، وان شاء الله هقول لكم شروط المسابقه في اخر الفيديو. ان شاء الله سهله جدا يا جماعه، وباذن الله هختار واحد بس هو اللي هيكسب، او ممكن نختار ثلاثه. نختار ثلاثه هم اللي هيكسبوا معانا وهنختارهم من خلال القناه. هقول لكم الشروط في اخر الفيديو، يلا روح. طبعا اول ما تفتح الاكونت هيظهر لك بالشكل ده، هسيب لكم رابط الاكونت بتاعي عشان تجيبه. اول حاجه هتعملها تخش على 24 واحد دول زي ما اتعودنا، هتتابعهم كلهم، هتعملهم متابعه. دول الناس اللي انا بتابعهم بينفذوا الشروط وبيدعموني وموجودين معايا في الجروب. الناس دول هتتابعهم هيردوا لك المتابعه. تمام، اللي انا هشرحه ده بقى يا جماعه استكمالا للشروحات اللي احنا قلناها قبل كده. هتدخل على الثلاث نقط دول، تمام، هتنزل على الخيار بتاع الابلاغ عن المشكله. طبعا تكون عامل تفضيلات المحتوى وضيف لغات وعامل وتشوف التحليلات انت بتنشر امتى. تمام، هتنزل على 1 2 3 5 خيار لدي ملاحظه. هتدخل على لدي ملاحظه دي وهتروح على ما زالت لدي المشكله. تمام، وتعمل مشكلتك، هتكتب هنا من الصعب أن يكون حسابي مشهورا، وتعمل له إبلاغ. تمام، بعد كده الدعم هيرد عليك، تعمل الخطوة دي وتكرر. بعد كده هيبعت لك هيقول لك تم حل المشكلة، هتقول له لأ. تم حل المشكلة، هتقول له لأ. كده انت عملت سجلت الملاحظة بتاعتك. تمام، بعد كده هتروح تنشر الفيديو بتاعك عادي جدا. تمام، وتحط هاشتاجات كويسة وتيجي عندي هنا عشان اتابعك على اخر فيديو، مش شرط الفيديو ده، اخر فيديو، وتكتب تم جيش احمد لوكا زي الناس دي ما بتكتب. الناس دي بتكتب كده، انا بدخل اتابعهم والعدد ده بيزيد. هو 24 دلوقتي، انت بعد ما انت ما تعمل العدد ده بيزيد وبتدي اتابع الناس. تمام، بعد ما تنشر الفيديو عندك هتعمل عليه حوالي داخل، هو الحمد لله على 10,000، هو دلوقتي 9,065 واحد و170 واحد متصلين زي ما انتم شايفين لايف اهو. الناس هو بيدخل بينشر رابط على خاص وبيخش يعملوا لايكات وكومنتات مع بعض، وبتعمل هنا لاسك للفيديو بتاعك وتقول لهم دعم يا شباب انا جاي من التيك توك. زي ما انتم شايفين بتنشر الرابط بتاعك، الناس كلها بتدخل تعمل لك لايكات كومنتات. يلا بينا نروح نشوف المسابقة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة لو انت اول مرة بتتابع القناة. يلا عشان اقول لكم شروط. بعد ما شفنا الفيديو يا جماعة ان شاء الله لو عملت الخطوات دي وتكرر، يعني كل يوم تكرر العملية دي، وان شاء الله هتقدر ان انت تزود متابعين وفيديوهاتك تطلع اكسبرار. لو طلعت اكسبرار اكيد متابعينك هيزيدوا. نروح بقى لشروط المسابقة. اول حاجة تبقى عامل لايك للفيديو، عامل كومنت هنا، تمام، عامل اشتراك للقناة، وعامل شير للفيديو على فيسبوك او على تويتر او اي موقع على التواصل الاجتماعي. تعمل شير للفيديو وتعمل كومنت هنا. احسن كومنت هنختار عشوائي، هختار 3 كومنتات. تمام، اول كومنت هيكسب حساب 20,000 متابع، تاني كومنت هيكسب حساب 10,000 متابع، تالت كومنت ده اللي هيكسب 5,000 متابع. هختار من الكومنتات وانت وحظك، وان شاء الله هتبقى انت الفايز معانا. واعلى كومنت هيجيب لايكات هيكسب معانا جايزة كبيرة جدا. يلا يا جماعة بالتوفيق للجميع، وكان معكم أحمد. ما تنساش الشروط وما تنساش الشرح، وإن شاء الله عايزين نوصل 50,000 مشترك بعد الفيديو ده. بالتوفيق للجميع.